الراجل اللي في الخلف دخل يسار، دخلت مكانه، وبرده هنا لسه الباص مبطئ، دخلت مكانه مهدي بشكل تدريجي لان الطريق توقف مره واحده. هي دي بقى مراقبه الطريق اللي انا بقول لحضراتكم عليها، بنقل المسار بس في نفس الوقت عيني على الامام. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، معاكم اخوكم شريف من قناة دنيا السيارات. اليوم ان شاء الله هيكون عندنا تدريب عملي على موضوع الخوف من القيادة، الخوف والتوتر من القيادة اللي بيواجهه بعض السائقين الجدد. هنتكلم عن اشياء كثيرة جدا، يعني هتبقى حلقة مجمعة، حلقة شاملة، وهنركز اكتر على الاخطاء اللي بيرتكبها السائقين الاخرين اللي هي بتسبب لك توتر، لان كثير جدا من التعليقات بتجيلنا بتقول لنا ان هو بيكون ماشي في طريقه عادي وبيلاقي في سائق دخل امامه بشكل مفاجئ، فدوت بيسبب له توتر وما بيكونش عارف يتصرف ازاي في الموقف دوت، او الناس اللي بتواجه شاحنات او السيارات اللي هي بتتوقف امامك بشكل مفاجئ. الكثير من المواقف ان شاء الله يعني هنمر بيها من اول الخروج من الباركن لحد ما نشوف ان شاء الله ايه اللي هيقابلنا على الطريق دلوقتي. يلا نبدأ على طول ان شاء الله، مش هنطول على حضراتكم. انا حاليا دلوقتي هرجع بالخلف، تمام، فهجيب الجير من البي الى الار، هنزل فرامل اليد عندي لو مشدودة، مفروض لو عندك كاميرا بتعتمد عليها والمفروض ان انت بتعتمد على المرايات، بس انا دلوقتي عشان في باركن بزاوية فهضطر ان انا انظر كده زي ما وريتها لحضراتكم في حلقة الرجوع للخلف. طبعا انا خارج من الباركن لازم ادي اشارة زي ما حضراتكم شايفين. نظرت في المرايات مفيش سيارات، تمام، هبدأ ارجع بهدوء وانا ناظر في الجزء ده. خرجت جزء من السيارة من الباركنج، هبدأ ان انا الف السيارة طبعا برضو براقب الطريق خلفي، تمام، وابدأ ان انا اتحرك الى الامام. طيب لو انت في باركنج، ده باركنج كان بزاوية، لو انت في باركنج بالطول قبل ما تتحرك طبعا لازم هتلقي نظر من عند الكتف، هتنظر في المرآة وتلقي نظرة من عند الكتف، وطول ما في سيارة جاية في الطريق هي اللي ليها الاولوية، لازم تخرج من الباركنج بحرص وانتباه. اهم شيء عندنا لازم تتدرب مع مدرب محترف عشان خاطر تتعلم قواعد القياده الامنه اللي هي بتحميك من الحوادث. والشيء الثاني الممارسه، يعني انت بعد ما بتتعلم بتمارس وبتواجه مواقف، والمفروض ان انت طالما اتدربت بشكل صحيح ان شاء الله مش هتواجه اي صعوبه. من بين الاستفسارات المهمه اللي بتجيلنا الناس اللي هي ما بتقدرش تتحكم في السياره وبتقول ان السياره بتنحرف منها وهي سايقه. طيب احنا قلنا لحضراتكم برضو قبل كده ان انت بتنظر امامك فقط، تمام، طبعا بتلقي نظرات خاطفه على المرايه كل فتره بس ما بتشغلش نفسك بيها، وبشكل اساسي انت بتشغل نفسك بالسيارات او الطريق اللي امامك. السيارات بقى اللي بجانبك على اليمين واليسار لو انت ركزت ناحيتها هتنحرف تجاهها. لو انا فضلت ناظر الى الجزء ده او ناظر الى الجزء ده هنحرف تجاهه، يعني لو ركزت مع الرصيف تلقائيا هتلاقيني بنحرف عليه وبقفز على الرصيف. فبشكل اساسي انت بتنظر امامك وبتترك مسافه امان كافيه ما بينك وما بين السياره التي امامك، وبتلقي نظرات خاطفه سريعه كل فتره على المرايه، خصوصا لو شعرت ان في خطر، يعني سياره جايه مسرعه من خلفك او سائق جاي يعني عمال يلف ما بين السيارات بشكل الزجزاجي دوت اللي هو طبعا يعني مخالفة مرورية كبرى. فبتحاول ان انت تاخد حرصك، لو انت على اليسار حاول تنقل الى اليمين. طيب انا داخل دوار دلوقتي، مش هدخل الدوار الا لما يكون الربع اللي قبل فاضي، السيارة اللي هي النقل ديت او الربع نقل دي ما كانتش لسه دخلت الربع اللي قبل، ما تدخلش الدوار الا لما يكون الربع اللي قبلك فاضي. طيب انا هخرج من الدوار هنا اشارة يمين. لو طبقنا قواعد القيادة الآمنة بشكل سليم إن شاء الله يعني ولا احنا ولا غيرنا هيتضرر إن شاء الله. طيب هو الطريق أمام هنا بيبقى مزدحم شوية، أنا تخيرت الوقت دوت عشان يعني إن احنا نلاقي مواقف كثيرة إن شاء الله نقابلها على الطريق. طيب الطريق اللي أنا فيه دوت هو سرعته أقصاها 100 كيلو متر في الساعة، أنا ماشي دلوقتي تقريبا 80، هسرع. أنا شايف طبعا في المراية إن مفيش سيارات في الخلف، لو أنا همشي بشكل مبطئ هسير على الناحية اليمين، انما لو هسير على سرعة الطريق، هي مكتوبة 80 بس هنا في دبي فيها هامش سرعة اضافة 20 كيلومتر، فلو هسير على سرعة الطريق مش مشكلة اسوق على اليسار. بس طبعا يعني السائقين الجدد احنا ما بننصحش ان هم يسوقوا على اليسار في بداية تعلم القيادة،
انا بس خدت المسار دوت لان انا يعني هننتقل منه ان شاء الله، يعني هنقل منه في طريق في الامام، فهنقل الى اليسار مره اخرى. خلينا الاشاره دي ممكن تطول شويه، فانا هجيب الجير على الان وهشد فرامل اليد وهريح السياره عشان الناس اللي سالتنا على اشارات المرور. مسافة الأمان في إشارات المرور أو التوقف يعني في أماكن شبه مزدحمة زي كده، عارف أن أنت هتقف دقيقتين أو ثلاثة، فأن أنت بتبقى شايف تواير السيارة التي أمامك، دي مسافة أمان كافية أثناء التوقف. طبعا البعض بيقول لنا أن هو بيبقى متوقف وبيجي الناس اللي هي بتكسر عليه مرة واحدة عايزة تدخل قبله الطريق. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، إحنا مش هنتعارك مع الآخرين على الطريق، هو عايز يخش يخش، مخالفة مرورية هو اللي هياخدها. انما طبعا لو بيشكل خطر على حياتك، يعني الدخول دوت دخول غير امن، ففي الحالة دي انت ممكن تستخدم آلة التنبيه. وزي ما قلنا لو هو كان دخل المسار خلاص سيبه يمر، لو هو ما كانش لسه دخل المسار وانت قادر تسرع بشكل امن فتسرع. دايما لو انت في اشارة مرور زي كده حاول ان انت ما تبطئش، لان الناس في الخلف هتلاقيها مسافة الأمان هتلاقيها مش سايبة مسافة أمان كبيرة بينك وبينها، لأنه هو عايز يلحق قبل ما الإشارة تقفل عليه، خصوصا لو طريق مليان إشارات مرور زي كده. زي ما حضراتكم شايفين أنا مسافة أمان كافية جدا، لو السيارة التي أمامي توقفت بشكل مفاجئ فعندي فرصة إن أنا، أو زي ما حضراتكم شايفين كده واحد عايز يدخل، أنا عندي فرصة، هديت بشكل تدريجي ما توقفتش مرة واحدة، لو كنت توقفت مرة واحدة السيارة اللي في الخلف كانت اتصدمت بيا. إنما أنا عندي فرصة إن أنا كنت اهدي بشكل تدريجي خالص، يعني سرعتي كانت 60 خليتها تقريبا يعني 55 او شيء من هذا القبيل. وان شاء الله يعني زي ما بقول لحضراتكم يعني الحاجات دي مع الممارسه انت بعد كده هتضحك على نفسك، هتقول يعني ايه ده، هو انا كنت بخاف من الحاجات البسيطه جدا دي. الممارسه وتعلم القياده الامنه وعدم ملاحقه الاخرين ده كفيل جدا ان هو يقضي على اي خوف وتوتر. وطبعا الالتزام بقواعد القياده الامنه، يعني ما تقوليش مثلا ده هنا دلوقتي خط ابيض متصل، واحد هنا شايف المسار دوت بتاع الاشاره اللي بتسير للامام شايفها مزدحمه والاشاره هتقفل عليه، وواحد هيجي كده من الخلف ويبقى عايز يعدي الخط الابيض المتصل دوت كده. طيب ما هو لو انت سائق جديد وانت عملت الحركه ديت ففي الحقيقة وهتقول انا مش عارف ادخل ما بين العربيات، طيب ما هو انت المخطئ. يعني احيانا برضو مش الاخطاء كلها مش بتبقى على السائقين الاخرين، لا انت في اخطاء كتير جدا ممكن تكون بترتكبها. زي ما بقول لحضراتكم ان انت تهدي مثلا في اشارات المرور، يعني الاشاره فتحت دلوقتي خضراء المفروض ان انا اسير خلاص ما ابطئش عشان ما اعطلش الناس اللي في الخلف، والا هو هتبص تلاقيه ممكن يجي يتجاوز من ناحيه اليمين. طبعا ده خطا بس انت اللي وصلته للمرحله دي. طيب الناس بتخاف من التنقل ما بين المسارات، خليني بس انقل المسار دلوقتي بشكل امن، اديت اشاره ناظر فيه المرآة نظرة خاطفة من عند الكتف، مفيش سيارات جاية، دخلت المسار تنقل اهوت بشكل آمن. المفروض ان انت لما بتراقب المراية ما بتتركش الطريق اللي امامك، ونظرة الكتف برضو بتبقى نظرة سريعة كده خاطفة وترجع تنظر امامك مرة اخرى. انما لو انت اطلت النظر في المرآة يعني اقل من الثانية، ونظرة الكتف هي اقل من الثانية، وبتاخد قرارك. وزي ما بنقول مع الممارسة والتدريب بتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. وهننقل المسار مرة تانية ان شاء الله برضو. طيب الناس اللي هي عايزة تشوف تقول مثلا يعني اديني علامة او دليل في المراية، اذا كان المراية الجانبية او مرآة الوسط، اكون انقل المسار بشكل امن. اكتر حاجة تكون امنة ان انت تشوف السيارة اللي انت هتدخل امامها كاملة في مرآة الوسط، ده كده يعني دليل امن ان انت ممكن تنقل المسار بشكل امن. طبعا لو في المرايه الجانبيه برضو لازم تبقى شايف السياره بشكل كامل، ولازم تكشف النقطه العمياء زي ما قلنا بنظره الكتف. ولو السائق في المسار اللي انت هتدخل اليه ما اعطاكش الفرصه يبقى هو اللي ليه الاولويه، هو ليه الاولويه في المسار بتاعه وانت ليك الاولويه في المسار بتاعك. احنا لسه طبعا الحلقه ما خلصتش، يعني لسه مستمرين لان انا في جزء كده هننزل منه الى طريق السيارات جايه فيه بشكل سريع، لان برضو الناس وهيبقى في شاحنات طبعا، لان الناس بتشتكي من موضوع الشاحنات والطرق السريعه اللي هو تدخل من طريق فرعي
او طريق يعني شبه مزدحم الى طريق سريع، فان شاء الله يعني هنتكلم فيها يعني لاحقا يعني اقل من دقيقه ان شاء الله. طبعا الاشاره هتفتح دلوقتي، انا يعني لازم ادخل الى المسار ده، طبعا مش دلوقتي ادخل الى المسار بس شويه الى الامام، تكون السيارات بتتحرك شويه، انتهز اي فرصه تكون في مسافه ما بين سيارتين، طبعا هدي الاشاره تجاه اليسار وهنظر في المرآة وهتبقى نظرة سريعة خاطفة من عند الكتف عشان انقل المسار ما بين السيارات المزدحمة. ده وقت تقريبا دلوقتي الساعة 6:15 خروج الموظفين في دبي، يعني الحمد لله هنا اغلب الناس بتبقى ملتزمة بالقواعد. طيب الشاحنات، الشاحنة مثلا زي اللي في الامام ديت انت حاول تبتعد عنها قدر الامكان، يعني لو انت على طريق مزدحم، طريق رئيسي سريع، داخل دوار، داخل ميدان، داخل يوتيرن، اشياء من هذا القبيل، حاول تبتعد تماما عن الشاحنات، لان هو الشاحنات النقاط العمياء عنده كثيرة جدا، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده سائقين الشاحنات يعني لا يتعاطوا مذهبات للعقل، ولكن هو يعني طبيعة الشاحنة وبحجمها الكبير بتبقى النقاط العمياء عنده كثيرة جدا، وهو اصلا ما بيكونش شايفك، يعني ما تقوليش ده هو يعني انا المفروض يعني جنبه فالمفروض يكون شايفني، لا هو مش شايفك يعني، وكمان ممكن ما يكونش شايف، طبعا اساسي هو مش شايف السيارة اللي خلفه خالص يعني. فحاول تبتعد عنه قدر الامكان. طيب يعني نحاول بس ايه، انا مش بقرب من السيارة اللي امامي بس انا عايز انقل المسار، والسيارة اللي في الخلف هنا ايه شوية هو ايه متأخر، خلاص دخلنا المسار، نظرة المرآة والنظرة السريعة من عند الكتف، وكمان انا مراقبه، دي النقطة اللي هتكلم حضراتكم فيها دلوقتي. انا دلوقتي نظر امامي زي ما قلت لحضراتكم، فانا براقب السائقين الاخرين، يعني مثلا لقيت مثلا سائق السيارة البيضاء دوت بيبدأ ان هو يوجه السيارة تجاه الخط دوت، فمعناه ان هو ممكن ينقل من غير ما يدي اشارة، ففي الحالة دي زي ما قلت لحضراتكم يعني ايه حاول ان انت تهدي سرعتك شوية، السرعة هنا بقت 60، فايه هدينا السرعة 60 مع هامش سرعة طبعا اضافي 80 كيلومتر في الساعة، فهنا اقصاها 80. طيب هننقل هنا برضو، الموضوع ما خدش لحظة زي ما حضراتكم شايفين، في سيارة طبعا بيضاء انا كنت شايفها بس كانت بعيدة عني. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده السيارة دي هي دخلت فجأة امامي، لان السيارة اللي في الخلف يعني هو عايزه يسرع، طبعا اللي بيسرع زي ما قلنا قبل كده هو اللي بيتحمل الغرامة، انت مالكش دعوة، حد مثلا قلب لك نور في الخلف عشان او قرب منك جامد عشان خاطر ان هو عايز يعدي، يعني لان هو في المسار اليسار ده المفروض ان قلنا ان هو بيبقى الاسرع، وانت قدرت ان انت تفضله الطريق فضله الطريق. طيب انا هنا معلش فاتتني الدخلة بس كان عندي فرصة ان انا ادخل، تمام ما كانش ينفع ادخل من هنا، وما كانش ينفع طبعا ادخل من غير منظر الى المرآة ونظرة الكتف زي ما حضراتكم شفتوا، انما لو انا كنت وصلت للخط الابيض دوت المتصل لا انا ما كنتش هنقل، خلاص فاتتني اللفة مش مشكلة اخد اللفة اللي بعدها او الطريق اللي بعدها. طيب الطريق هنا ازدحم زي ما قلت لحضراتكم، لان يعني بيبقى هنا في ملتقى طرق كثيرة جدا. طيب الفرامل طبعا هعرف ان السيارة اللي امامي هو داس فرامل اول ما التلات اضواء دول ينوروا، وقلنا لحضراتكم عليهم قبل كده، خلينا نركز عليهم تاني، الضوء اللي على اليمين، الضوء اللي على اليسار، الضوء اللي في المنتصف دي اسمها لمبة الستوب او ضوء الستوب، انا محتاج انقل اليسار، ما ينفعش انقل من هنا، الخط الابيض هنا متصل، طبعا ما ينفعش انقل دلوقتي عشان جنبي بص اهو زي ما حضراتكم شايفين، السائق اللي هنا على اليسار دوت عايز يدخل، انا عندي مسافة ان انا لسه السيارة ماشية، خليني ادخل بعد السيارة السودة دي، هبدا ادخل اهو بشكل تدريجي، شرحناها لكم قبل كده في القياده في الازدحام. انا شايف ان قدامي في سيارتين، في سياره دخلت اوريدي وفي سياره انا شايفها في المرآه، ما زلت شايفها في المرآه، فقدرت ان انا ادخل امامها، شرحناها لكم في القياده قبل كده في القياده في الازدحام. طيب الناس هنا طبعا ناس بتحاول تدخل يمين وناس من هنا من اليمين ده بتحاول تدخل يسار، احنا محتاجين ان احنا ندخل يسار قبل ما الطريق طبعا ايه يغلق علينا. طيب اهو الراجل اللي في الخلف دخل يسار، دخلت مكانه، وبرده هنا لسه الباص مبطئ، دخلت مكانه مهدي بشكل تدريجي لان الطريق توقف مره واحده، هي دي بقى مراقبه الطريق اللي انا بقول لحضراتكم عليها، انا بنقل المسار بس في نفس الوقت عيني على الامام، لو ما كنتش خدت بالي كنت هصطدم بالسياره اللي امامي، وهو برده لو ما كانش اخد باله كان هيصطدم بالسياره التي امامه. نركز زي ما بنقول يا جماعه، ركز على الطريق اللي امامك، تخيلوا بقى لو انا كنت عمال اعمل كده كان زمان يعني دلوقتي ايه 6-7 عربيات كانوا اصطدموا ببعض. انا شايف الباص طبعا في المرآة عايز انقل زي ما حضراتكم شايفين، مرآة ونظرة الكتف والاشارة طبعا قبلها،
يعني مش هنسرع كتير هنا، احنا هنا معانا السرعة لحد 120، الطريق كله فاضي في الخلف، لان انا برضو ايه عايز ادخل الى اليمين مرة اخرى. بس هو تقريبا يعني هيبقى الطريق متشابه بالظبط زي ما احنا خدناها. اتمنى ان حضراتكم تشجعونا بالضغط على زر الاعجاب في الفيديو، واتمنى من حضراتكم ان انتوا تكتبوا لنا في التعليقات ايه هي المواقف اللي انتوا بتواجهوها غير كده. يعني اظن ان احنا خدنا طرق سريعه وخدنا طرق مزدحمه وخدنا اشارات مرور وخدنا دوار واشياء كثيره جدا، وطبعا في تفاصيل انا هدخل من شارع حصه هنا يمين عشان نرجع على سبورت السيتي تاني والجي في سي. برضو خلينا ناخد لكم الحتة دي دلوقتي، لان السيارات بتبقى جاية من هنا عايزة تدخل الطريق اللي انا فيه وانا عايز ادخل في الطريق مكانها. فاتمنى من حضراتكم تكتبوا لنا المواقف اللي انتوا بتمروا بيها في التعليقات، وحضراتكم برضو يعني ردوا على بعض في التعليقات، وانا طبعا موجود يعني بنرد على 99% تقريبا بالتعليقات، الا يعني لو حاجة انا ما شفتهاش يعني بيبقى غصب عن الواحد، بس يعني تقريبا كل التعليقات الموجودة في القناة الواحد رد عليها. يمين اهوت اللي ورايا، بس في الخلف انا شايف سيارة وموتوسيكل دراجة بخارية، وبرضو نظر امامي زي ما حكم شايفين، يمكن الكاميرا جايبة لكم هي بتوريكم حركة عيني بالظبط، يعني الكاميرا جايبة لك المراية ونظرة الكتف من هنا، وجايبة لك برضو ان انا عيني هنا، يعني عينك اللي بتتحرك، دماغك متحركة سن عشان نظرة الكتف، بس في نفس الوقت يعني عينك ايه ربنا الحمد لله يعني مدينا اتنين عين، يعني تحاول قدر الامكان ان انت تركز مع الطريق امامك. فالحلقة دي برضو مهمة كمان للناس اللي هي سألتنا على نظرة الكتف، لان نظرة الكتف ما ينفعش ان انت تطيل فيها والا هتتسبب في حادث، وطبعا هتبقى انت المخطئ في حالة الحوادث لا قدر الله. انا دلوقتي هو تسببت في حادث ارتطمت بالسيارة اللي امامي، فهبقى انا المتسبب في الحادث. هتقول لي هو توقف مرة واحدة، هقول لك لازم تسيب مسافة امان كافية. طيب اتمنى تكونوا حضراتكم استفدتم من المعلومات اللي احنا قلناها في الحلقة، وما تنسوش ان انتوا تضغطوا على زر الاعجاب، وشكرا جزيلا لحضراتكم مقدماً.